السلام عليكم خواتاتي، كي راكم دايرين؟ ان شاء الله تكونوا بخير. نتوما تشوفوا في هذا الفيديو تاع اليوم. اليوم غادي نديروا مبسس تاع المقله، يجي مع السل. غادي ندير مزيج ما بين الدهان والزيت. راني ديجا درت لكم تاع الزيت وعجب لكم كاع، جاتني جا شباب قال لي دارها زعما جربها عجبه، وقلت اليوم ان شاء الله نخلط لكم، ندير لكم السم كما نقولوا الزيت والدهان. راه شغادو نبداو بسم الله على بركه الله. غادي هنايا ندير تتكيلة تاع السميد، السميد متوسط ماشي خشين خشين، وماشي كيما نقولو متوسط. هنايا هدا تاع ماما نخدم هاد السميد شباب بزاف، تتكيلات سمجة، ديرو القهوة تاع عصر. هنا عارفة بزاف لي بو هاد الصوالح، القهوة تاع العصر كيما نقولو حنايا مدمنين على هاد الصوالح. عندي هنا 3 كيلات، عندي شوية تاع الملح كيما نقولو مغرف صغيرة تاع قهوة تاع ملح. ندير الماركارين تاعي ونكملها بالزيت، ونكبسها كاع نبسسها. نلبسوها مليح حتى ندخلو كاع هاذوك الدهان مع الزيت. عارفة إلا غيدخل كلشي هاكا، نجيب الماء. هنا بعد ما بسستها كاع دوك نعمط هنا كيلة تاع الماء، نبدا ندير غير شوية مديرهاش كاع، نلونها غير كيما هاكا منعجناش، فكي كيما كلي غادي نفتح الطعام هاكا. نزيده الماء شوية، عصا تاني هنايا، هاكا دوك الما غا كيما هاكا ونشوف. نورمالمون هداك هو الما تاعه نيشان، هدا هو فلكتها شوية هكا مليح باش كيما نقولو باش مي هاكا باش يدخل داك الما كاع كله مع السميد. صحيح دروك هدا هو القوام تاعه تاع الما، صحيح سي بون. هنا بقات غير شوية تاع الما ماشي بزاف، هكا دخل الما كاع ونبدا نقرص فيها هكا نحبسها. كيما نقولو نعطو الحقه تاع المشيلات، راكم عارفين فيه الدهان، والدهان شويه يبسس لنا الاخر، مبسس يولي كيما نقولو يتفتت لنا في المقله. هادوك نقرصها كاع هنا، صافي شوفو هنايا كقرصها درتها كيما نقولو هكا كاري. وهنا كيما بغيتو تبغو ديوه مقروطات ديوه مقروطات، انا غادي نديرها مربع هكا نقسم. ومن طول راني دايره المقلة تاعي تاع الزيت راهي تحمر، تبغو تصغرو الحبة تبغو أنا نبغيها كيما هكا الحبة متوسطة كيما نقولو. نعاود نسكره كيما هكا، نطري هنا في الماء كيما نقولو في القصعة تاعي، نسكرها كيما هكا نكرسها نسكنوها باش ما تجيكمش مشقة. هنا شوفو هنا كاه هدا هو السمك تاعها، ما تغلضوهاش ما تركوهاش بزاف ثاني، نديها ديراكتومون
المغلى نحطها كاع هنايا في هذا الواحد كما هكا ونديها نقليها. هذه هي خوتي هذه صاي خواتاتي، بس استعي راهو جا. تشوفوا هنا كي جا ما شاء الله، جا طايب، جا جيدو في الفومشيات والله. جيدو جربوه تشوفوا ردوا لي خبر، ما تفتت في المقله ما والو، جا هو جا طري. دوك نقسم لكم هنا، شوفوا هنا تالمو اللي راه طري بزاف. شوفوا كي عسلته، شوفوا هنا كي راه، شوفوا هنا، شوفوا الشيات والله لا جا روعه روعه. شوفوا هنايا والله العظيم ما قعد كيما راه كيما قليته قعد. ها شوفوا هنا كي جا، جيدوا في الفرن شيرات، جربوا القهوه العصر، راني عارفه قاعد ينجح معكم كيما الوصفات اللي عطيتهم لكم الاخرين تاع المبسس. ان شاء الله يا ربي يعجبكم الفيديو تاع اليوم الشيرات، وما تنساونيش الشيرات لي جامله جامله جام باش يطلعوا هذا الفيديو تاعي. ان شاء الله قاعد تعمل فائده وتهلوا في روحكم الشيرات، وفيديو جاي ان شاء الله. مع السلامه.